هل يجوز شراء عملة كجنيه استرليني ورق او دولار امريكي ورق بسعر اجل وبيعه بسعر في الحال اقل وذلك للتورق وبعد ذلك يتم السداد اجلا بالريال؟ النقود لا يجوز بيع بعضها ببعض اجلا، هذا ربا، ربا النسيئة. لا يجوز بيع النقود بعضها ببعض سواء كانت دولارات او جنيهات او دنانير او غير ذلك. لا يجوز بيع النقد بالنقد من جميع الدول الا حالا، الا حالا والتقابض في المجلس، ولا يتفرق وبينهما شيء. نعم. هل اهل واذا اراد التورق يشتري سلعه، ما يشتري نقود، يشتري سلعه ويبيعها. نعم.